السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بخميس سيدي حجاج ولاد مراحة، قولي بسطات واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات تنوريو الرجال المغربية والناس مال المدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 14 في شهر 9/2023، الخيرات تنوريو لجميع المشاهدين ونقولوا للحباب تاعنا الله يرحم هذوك الناس اللي ماتوا في الزلزال حوز مراكش، والناس الجرحى الله يداويها، والناس اللي مشى ليها شي حاجه الله يصبرها. وضعنا وحده ب 800 في شهر. ياك احلى من الداخل. الله يحفظك. شحال الخيرات؟ 650 شعير ولا قمح هذا؟ لا قمح هذا باقي البلاكا ما ركبهاش. البلاكا باقي ما ركبهاش. هي الميكا. ياك؟ هي الميكا العام. مرحبا. بلاك الله يرحمه. 7.5 هذا واحد شويه ديال. ديال احمر احمر هادشي شويه ماشي بزاف ديال حيل ماشي ديال حيل ها جديد راه ب 40 درهم جديد ب 40 درهم 40 درهم والسيفه راه ب 1000 ريال 12 رمي الفوراج 12 رمي واخا غنشوفوا مازال مع الحباب تاعنا الله يكبر الله لابد من هذاك النهار لابد من الموت لابد واش تراب حنايا واش تراب ان شاء الله لابد من هذاك النهار وشحال هادشي تا تا ما ديرش الموت كاع وراك تابعك. الله يسهل لك، قلتي 800 تاعش هذا؟ يا القمح. القمح. بخير ناشط، تصاحبتي معايا صافي؟ صافي النمرة. ها العار تمشيو عندنا تغداو عندنا غدا؟ جيو نديروا لكم الطعام؟ ها العار تاع ربي. اش بغيتي تاكل؟ عرفتي انا صاحب معاك حيت كان شويه كبير ياك؟ لا لا تنعرف تنعرف بيد الله بيد الله تنعرفوا شي شويه شحال هذا باش تتابعك؟ 500 600 هذا شوف هذا السيد تيقول لنا 500 600 وبال جديد بال جديد 500 600 مدعور راه 700 600 ودابا انت كذاب ولا ما كذابش؟ لا ما كذبتي؟ لا كذب علاش غادي نكذب؟ منين نكذب وحنا ما عندناش؟ قول السيد شحال؟ 600 مشروكين؟ ملي غادي نكذبوا حنا اش غادي نسوق له فيك؟ اش عطيتي انت؟ 600 على 20 شحال قلتي لي؟ قلنا لي 600 600 كنبيعوا فيه هنا هو عدو البيع عدو 15 كيلومتر عينو في 600 هذا 15 32 ولكن 40 ها؟ 40 فين كاين هذا؟ في مريزيك جيت مريزيك والطريق مزيان شانطي راه 30 كيلومتر كيفين كاين هذا؟ شحال يضربوا فيه؟ ضربوا ب 50 ريال كيلومتر ديروا حسابكم الطريق راه مزيانه الله يحفظك واحد السيد قال قول الزيتون يوضح لينا اش غادي نوضح له؟ قالك شويه الهضره سمع علينا واخا السي بوشعيب مرحبا السي بوشعيب شحال هاد النتافه السي بوشعيب؟ هادي كنبيع فيها ب 11 12 النتافه تاع الشعير ولا فارينه ولا قمح ولا شعير وتامره تاع تونس ولا تاع هنا؟ لا الشعير بلدي هذا شعير بلدي 1100 1100 هنا فيها 55 درهم سواق اخرين كنبيعوا فيها ب 60 درهم السوق اليوم راه دخلت لي السلعه موجوده ما عليك بالسلعة هاي 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 شلة حديد الفايد كاين كاين الفايد قلت لي هذا بسمولو 55 55 درهم تنحيوا جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان مرحبا سي بو شعيب الله يسهل وهذا اللي هذا شعير هذا شبار ديال الشعير معناها ب 700 أقول لي هاد نتافة بعد جديدة 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 وهذا حيل هذا هذا لا هو جديد وعليش حمار و مع الأرض راه تيبان لي قال لا مع الأرض ما كاينش ياك؟ مع الأرض غادي نديروه تاع رطب رطبوا مليح ياك؟ ما نديروش تاع الراطو حتى لا بوه الراطو ب 700 الراطو راه ب 450 400 صباح النور كي دايرين؟ ورد وين؟ انتوما ما خفتوش من زنزانو؟ خوف من الله واش حسيتي به ولا لا؟ في مراكش ولا واش حسيتي به ولا لا؟ هربتي ولا بقيتي؟
ما خرجتيش برا؟ طليت ورجعت. طليتي. وشحال هنا؟ هذيك ديرها في البال. لما تحرك ترسبة يعني جات من عند الله مرحبا بيا. انتم ابوكم راه قاري القران. واسمع اش قال لنا هذا، اسمع قال لك خرجت طليت ورجعت. نهار الزنزان. بعد حضرت الشهادة. بعد حضرت الشهادة. فرحاتك. كون كنتي غتموت مو حد شاهد. لا كل كنتي غير الله يرحم الله يرحم لي الله يرحم مساكن الله يرحم. مشاو شو هذا راه مشاو شو هذا؟ قال لك ابليسنا على الله واحد السيد كان غادي يريب عليه الحيط هو يجي قال لي نود نود قال لي نود ناد السيد كان ناعس تحت الحيط ناد هو يريب الحيط قال لي ابليس شتك ما عمرك درتي شي حاجه مزيانه انت الهادي قال لي انا درتها مزيانه راه خفتك لا تمشي للجنه نودك خفتك تموت شهيد سمعتي هذه راه حقيقيه معقول تنحيوا جميع المشاهدين والحباب تونا في مكانو هادو قروا لينا الدراري شحال هذا 650 واش معنا كذاب هذا كذاب هذا والله ما فيها هي السلعه موجوده السلعه فيها لان موجوده الخيوي هذا عطار الخيوي خطيرين هادو وحدي ومعهم كي الطعار شي جا واحد يرد على واحد زنزان لا زنزان مالو يضرب كل شيء مالو واش معناه؟ صافي سخيتي انا خايف انت خايف شحال وانا خايف خايف نفسي تمشي وجه وانا ما فقتيش فقت ونوت تمشي في السوق تسمع تزقلينا فايق شي ديال الله كنت تسوق تسطات؟ ايه هي كان عندك قوة البقر ما عندي لا بقر ولا عندي راس وما عليك شتي ويني خفتي ولا ما خفتي؟ خفت ولا خفت وفي اللوكل؟ اللوكل كنت فاهم ولا ابرد معك الدار معك تنحيوا جميع المشاهدين قناة زيتون مرجان والاحباب تونا في المكان وشحال يا اخوان؟ الله 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 مولاه هو كان واقف جيت الخيش اللي مسدود وخيش عامر مليح لا بلد شحال هذاك تاع 900 درهم سمعني الخيش عامر تلفم خليني ملي تيولدوها هذوك شي مارك رانا نعرفهم واحد واحد لما ولدوهاش يبقى فيهم الحال انا وانت قول لنا الثمن تاع الخيش حيت الزيتون لا تتفهم وفيه الحمص ها مخلط بالتم تاع الحمص لا حين الدريه فيه لا لا حمص ولا مخلط بالحمص وهذيك شتا دريه لا حمص هذا حمص احمر بحال الدريه اي حمص هاي ديال الشلوحه ما عليكش هذا راجل صادق درنا فيه واحد الزردان جابوا لنا الشفنج واتاي يا الحمص جلفه ديال الحمص سبحان الله هي من الغرب هذا الشيء لا الشلوح شلوح ما حسيتيش بالسنتان؟ كنت في تطوان ما ضربش؟ ياك؟ واش اش غنقول لك؟ كنت هنا كنت هنا حسينا به وما خلف ايقن والحمد لله بخير حسيتوا به خفتوا ولا ما خفتوش؟ مخاوم الله خرجتي ولا بقيتي لداخل؟ لا ما خرجت تقيل تفات عاد الناس وكسا صاحبي سير الله هادو اكبر خطيرين هنايا في سيد حجاج بولاد مراح تيبيعوا الخيش تاع التمن خاصين بالخيش الولاده كيفاش الولاده؟ فسر لينا الولاده هاو قال لك تتولدوا الخيش لا لا كاين خيشه كاين واش خيشه كتحمل خيشه كتحملت كيفاش كتحملت راه تبقى حريفي ما تنساش فرارويش اخويا لا لا واش الخضره في الدار خا من زنزان ما جيش الزيتون عينك هذيك تولد هذيك والله لا تتولد والله حتى داك الصوره تبعك هذيك تولد هذيك فين هذيك تولد هذيك وراه والده هذيك من البلاصه والده تقليدي تتحملت ها تا حرم عليها حرمت عليا في الصباح ها يبقى شاد علينا تا انا نزل لك عندك بلاك خيشه هذوك راه والدات والدات هذوك ما تصدقش
عاود تشارجي انت من المزرعه ما كاينش فيها الولاده كاع. راها خيش هنايا راه تو بحال ما هذيك راه دير فيها جوج. وكاين فيها العايدي ودي وكاين فيها البكري. لا هي انا ما عارفش الولاده تاع اول مره كنسمع منكم انتم بجوج. اها هاد الراجل يلا تيسمع الولاد دار كامل النهار يولد في الخيش كتحمل وراجل مليح ولكن كتولد الزيتوني باقا مشي لمراكش فين مشي لمراكش اخويا قول من رمضان مشيت لي خطره او ما بقاش يدخل السلعه المصاريف كل ما عادكش نسمعوا